سلطانة، أنا استلمت المنصب ورئاسة منظمة فرسان الهيكل باسطنبول. هلأ صارت بإيدي. القوة بتسرق عقل الإنسان يا سينان باشا. إن شاء الله ما تنحرف بوصلتك عن طريقنا والريح تغير وجهتك. أنا مستحيل بوصلتي تنحرف، وهدفي ما بيشبه هدف الراهب كورنيليوس. أملي الوحيد ترجع الدولة العليا لعصر الذهبي بقيادة سمو الأمير بيازيد. كل جماعة فرسان الهيكل وأعوان الفرس ما بيعنوا لي شي، هن كانوا عم يستغلوني وأنا عم استغلن. عظيم، إن شاء الله وظيفتك الجديدة تفتح لنا كل أبواب السلطة. إن شاء الله، بس أنا خايفة على ابني يا سنان. مراد أخذ الأمير بيزيد معه على الحملة، وهذا بيعني إنه ما عنده ثقة فيه. لا تأكلي هم سلطانة، ولي العهد بالحرب برافق السلطان حسب قواعدنا. مع هيك الحذر واجب، وأنا وصيت الرجال اللي بوثق فيهم يحموا أميرنا وما يفارقوا لحظة. على خير، وبما أنه السلطان بالحملة نحن المفروض دغري نتصرف، ولازم نعقد اتفاقات قوية بسرعة. هذا الموضوع اللي جاي أحكي فيه، لأنه حضرة شيخ الإسلام أخيراً قرر أنه يشوفك ويحكي معك. ادخل. السلطانة جلبهار، سينان باشا، أهلا وسهلا، تفضل ارتاحي يا سلطانة. وأخيرا شفنا وشك يا حضرة المفتي. سامحيني يا سلطانة، بعرف أنه كان بدك نلتقي من قبل، بس ما كانت الظروف مناسبة. حكون صريحة، ما حلف ودور يا حضرة المفتي. أنت بتعرف أنه صار من الضروري أن السلطان مراد ووالدته السلطانة الأم قسم ينتهي حكمهم للدولة العلية. وضع الدولة ما بيطمن أبداً. السلطان مراد عم ياخد قرارات كتير انفعالية ومتهورة، وواضح أنه حضرتك مو مبسوط كمان من هذا الوضع. وشو معناته هذا الحكي؟ بقصد أنا شو المطلوب مني؟ إذا أنت ساعدته لابني بالوصول للعرش رح تنال المنصب اللي بتطلبه يا شيخ الإسلام، وخاصة أنه الطريقة الوحيدة لتستقر الدولة هي أنه يستلم بيزيد العرش. شو عم تقولي يا سلطانة؟ بعدين كيف بده يصير هيك شيء؟ كلامكم هاد ممكن يودينا كلنا على الموت. أصلاً إذا ما عملنا هالشي حنموت كلنا. سلطان مراد ما بيشفق على حدا بنوب، وقبل ما يفوت الأوان خلينا نحن نحدد قدرنا بإيدنا، وإلا حتى قبلنا ما حيلاقوه.